السلام عليكم، أنا عمري 29 سنة، جيت من سوريا بال 2018. إحنا بسوريا الحمد لله كنا ساكنين ببيتنا، منطقتنا عند بلدنا، يعني كنا أخذي ندرس. أنا كنت طالبة، كنت أدرس، أخواتي كانوا صغار البنات وكانوا يدرسون، والدي كان عنده أملاك، عنده الحمد لله. بعدها صارت الحرب وطلعنا يعني، أما كنا الحمد لله يعني كان أمورنا كويسة بسوريا. عن طريق الهلال الأحمر قدرنا نتعرف على الكوبراتيف، المجلس التعاون، وكملنا، كنا ملتحقين بكورس للزراعة، اختاروا عدد معين من الأسماء. ساعدتني بشغلات كثير، مثلا أولا تعرفت على ناس جداد، صديقات جداد، تعلمنا شغلات جديدة، دخلنا أكثر بالمجتمع، المجتمع الجديد بالنسبة لنا، المجتمع التركي طبعا. أنا كان عن نفسي اشتغلت بهذا المشروع، حسيت صار عندي اندفاع أكثر. أنت تكون قوية، أنت تتخطين كل شيء، أمور صعبة توقف بطريقك. قام يقدموا لي الدعم، انه يشجعوني انه اكمل المشروع، كان حلو كملي معاهم للاخير، وبحيل يعني قام يشجعوني انه لازم تكملي هذا المشروع. يعني فكري انه افتح مشروع يعني مثل شبيه بهذا المشروع، انه مثلا ان كان الفليفله او ان كان للزيتون او للطرشي.